السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. اسمي نور باسم، أني صماء، لغتي هي الإشارة. قبل من كنت صغيرة الناس كانوا يقولون علي خطية، شبيهة ما تحكي، شبيهة مريضة. لما كنت أريد ألعب ويا الأطفال ما يقبلوني يلعبون وياي ويطردوني، يخافون مني. هنا كنت أروح لماما وأخذ ورقة وقلم وأبدي أرسم. الرسم كان يعبر عني كل لحظات حياتي. بابا جاني فد يوم فرحان بس ما أعرف ليش، قال لي بعد ما تحكين الإشارة. أني وياه سوينا جواز سفر وسافرنا سوريا. هناك رحنا للمستشفى سووا لي عملية زراعة القوقعة. لبست السماعة بديت انتبه للأصوات، بديت أقول ها. وصل عمري 8 سنوات عرفت اسمي، عرفت اسمها نور. رجعنا لبغداد، هنا كنت فرحانة لأن بديت أفتهم. سجلت بالمدرسة بالصف الأول الابتدائي، بس المدرسة كانت مال عاديين، بس أنا الوحيدة اللي كنت ما أحكي أو ما أسمع. من كان يدق الجرس ما قبل أحد يصير صديقي وأبقى لوحدي. نجحت بالصف الأول الابتدائي وصلت صف ثاني ابتدائي، ما قدرت أفتهم، ما قدرت أسمع الإملاء، ما كنت أفتهمه. رسبت بالصف الثاني الابتدائي وانتقلت لغير مدرسة. المدرسة كانت بيها معلمة حبابة، والمدرسة كانت بس للصوم، مو للصوم يعني كلهم ما يسمعون. صارت عندي صديقات بديت ألعب وياهم. كبرنا صف ثاني الابتدائي نجحت، وصلت صف ثالث رابع خامس نجحت، حد ما وصلت الصف سادس ابتدائي بطلت من المدرسة. مو بطلت وإنما تركت المدرسة بس ما أعرف ليش. بقيت بالبيت، ظليت هنا. بديت أتعلم الرسم عن طريق الفيديو والإنترنت. بديت أرسم، بالصف السادس الابتدائي عندي سؤال واحد، ليش ما كملت تعليمي؟ هنا إذا تسمحوا لي راح أقدر أني أجاوبكم، لأن نور ما تقدر توصف الكلام اللي بداخلها. ببساطة نور وآلاف الحالات مثلها ما تقدر ما يقدرون يكملون تعليمهم، لأن هم زارعي القوقعة، لأن مناهجنا التربوية هم فقط للناس العاديين أو للناس الصم اللي لغتهم الإشارة. أما زارعي القوقعة اللي بين العاديين وبين الصم ما إنهم مناهج تربوية خاصة. إحنا نتمنى أن يكون لهم مناهج تربوية خاصة، معلمين خاصين يكون وياهم من الابتدائية حتى الجامعة، لأن ببساطة هم يستحقون هذا الشيء. شكراً.